يا سلام على قشور اصحاب النادي والله في كل شيء خطر ربي السباحه السلام عليكم خوتي خواتاتي ومرحبا بكم معايا في منطقة جديدة من مناطق مغربينا الحبيب. اليوم ان شاء الله غادي نعرفكم على اقشور وناخدكم معايا في جولة تعريفية بالمنطقة. في الفيديو اللي قبل من هذا صورت لكم الطريق المختصر اللي كيوصل ليها، وفي الفيديو القادم ان شاء الله غادي نوريكم الطريق من اقشور الى شفشاون اللي معروفة عند اغلبية زوار المنطقة. واقشور هي منطقة جبلية كتكون من مزيج من جبال مرتفعة وشاهقة وشلالات ساحرة وطبيعة ساحرة، وكتعتبر من أجمل الأماكن الموجودة في شمال المغرب، وهي ضمن منتجع تالس مطان الوطني، وهي داخلة في التراث العالمي الإنساني الطبيعي، وهي كتعتبر جنة الله في الأرض حيت كاين شي مناظر اللي كتبقى راسخة في الذاكرة وما كتنساش، واللي غادي يجي لها يجي مستعد للمشي لمسافة طويلة على الأقدام ومشقة الطلوع والهبوط باش تشوفوا شي مناظر طبيعية ساحرة. من خلال هذا الفيديو غادي ناخذكم معايا على حافة الواد وصولا الى قنطة ربي، وبعدها سادخل الى اعماق الواد حيث الطبيعة العذراء والمياه المتدفقة الصافية المغرية للسباحة. نتمنى يعجبكم فيديو، اللي كيشوف فيديو اول مرة يدعمنا بالاشتراك والتشجيع، وخليوا لي شي تعليق باش تزيد تشجعوني نزيد نوريكم باقي طرقات ومناطق مغربينا الحبيب. والله هناك تشاشفوا جميع اقشور. Thank you.
دابا وصلت الى قنطرة ربي وغادي ندخل الداخل باش نكتشف ما وراءها. غير هو كما قلت لكم خاصكم تجيو مستعدين لابسين شي حاجه في رجليكم، لان غالبيه الطريق على جنب الواد كتمشي وسط الماء والاحجار. كاد حمزة أن يسقط. Thank you.
سلام على قشور شو صحار العادي انظر انا كيفاش داير خاطر تربي السباحة شاب أنس